يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لماذا علماء المملكة لا ينكرون على هؤلاء الذين يتبركون بجبل عرفة في يوم عرفة؟ ما دروا عنه ولا جوله، العلماء ما جوله ما شافوه، لكن الذين رأوه أنكروه، أنكروه ومنعوا منه، لكن ذولا جهال وعوام ما يدرون، يأخذون تراب ويأخذون حصى ويعقدون بالشجر، يعقدون فيها خيوط للبركة شجر الجبل، ويجيبون أوراق يدسونها في العمود الذي فوق الجبل، الجحور التي فيه يدسون بها أوراق، يطلبون الشفاعة ويطلبون كذا. هذا ما العلماء ما جاءوا ما وقفوا على هذا، ولا هم ينكرون هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العالم الذي لا يتحلى بالشجاعة وعنده أيضا الجبل، عنده يعني من الدعاة، عنده جماعة من التوعية بالحج، عنده جماعة من الحسبة، فهم يذودون الناس عن هذا ويبينون لهم، يوزعون عليهم كتب، يوزعون عليهم أشرطة وينصحونهم، فهم قاموا بالواجب. أما أنك تهدي الناس ما تقدر تهدي، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.